الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه المحاضرة بحول الله وقوته نبدأ الكلام عن دلالة أخرى من دلالات الألفاظ، وهو الأمر. الأمر، والأمر في لغة العرب قد يراد به عدة معاني، فقد يراد به الشيء، وقد يراد به الشأن كما قال الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد. وكما قلنا دائما دلالة اللغة فيما يقابل دلالة النصوص الشرعية أوسع، ولذلك الأصوليون أخذوا هذه القواعد وهذه الدلالات، ولكن ضبطوها بضوابط تخالف، أو عفوا ضوابط تكون أضبط مما هو في كتب اللغة، لأن المعنى اللغوي يكون أوسع، وهذا ضربنا له أمثلة لعله على سبيل المثال. مثلا الصلاة قد نجد لها المعنى اللغوي، نجد لها المعنى اللغوي اللي يراد بها الدعاء، لكن في على لسان الشرع فيراد بها هي أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فلذلك دائما نقول أو يقول مشايخنا علماؤنا أن التركيز على اللغة مجردة قد يؤدي إلى فهم القرآن أو فهم نصوص الكتاب والسنة فهما غير صحيح. ومن هنا نبين أن اللغوي أو صاحب اللغة حتى وإن كان فصيحا عارفا باللغة، إذا تعرض إلى بيان معاني هذا الكتاب العزيز أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليه أن يقف أيضا على مباحث أصول الفقه التي تضبط هذه القواعد اللغوية. أما مجردة فربما يحمل معنى كلام الله عز أو كلام الله عز وجل على معنى غير المراد شرعا. إذا نرجع إلى مسألتنا وهو الأمر، قلنا في اللغة قد يراد به الشأن، أما في الاصطلاح هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، استدعاء الفعل أي طلب الفعل بالقول، وهذا القيد يخرج الإشارة، وإن كان الإشارة قد تفيد الطلب طلب الفعل لكنها لا تسمى أمرا، يعني قد نستفيد طلب الفعل بطريق غير القول، قد يكون بطريق الإشارة لكنه لا يسمى أمرا على هذا الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين الأمر. على وجه الاستعلاء كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر أن يأتي دائما من جهة أعلى، أما إذا كان الأمر من جهة أدنى فإنه يراد به التذلل والخضوع أو السؤال أو الدعاء، كما يقول الداعي في دعائه: رب اغفر لي، رب اغفر لي. فهنا هذا أمر ولكنه من أدنى، وهو من باب طلب الدعاء والتذلل أو المسألة، ولا يسمى بالأمر الذي هو مراد عند الأصوليين.
أما إذا كان الأمر من مساو فيراد به الالتماس، يراد به الالتماس ولا يراد به هذا الأمر الذي هو عندنا في المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين. كذلك سلكنا فيما مضى أننا إذا وقفنا على دلالة أن نقف على ما على الصيغ التي تعرفنا بهذه الدلالة في نصوص الكتاب والسنة، فللأمر صيغ كثيرة والمذكور معنا هنا من باب الاختصار ومن باب التعريف بطرق الأمر أو بعض التعريف بطرق الأمر، وإلا فهي كثيرة كما عدها أو جمعها ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، وذكرها الشيخ السعدي أيضا في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، جاءت جملة مما يدل على معرفة الأوامر في نصوص الكتاب والسنة. فمن أشهر هذه الصيغ فعل الأمر، أن نجد صيغة الفعل كما في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم الآية. فكلمة أقيموا وآتوا واعتصموا كلها على صيغة فعل الأمر التي تدلنا على الأمر. كذلك من الصيغ فعل المضارع، فعل المضارع المجزوم بلام الأمر، فعل المضارع المجزوم بلام الأمر، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فيحذر هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فهو طريق وصيغة من صيغ الأمر. كذلك من صيغ الأمر اسم الفعل، اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، ودائما يقصد باسم الفعل المعنى، المعنى معنى الفعل بما يأتي بمعنى الفعل. فهنا اسم فعل الأمر اسم بمعنى فعل الأمر، كما يقول المؤذن عند الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي أقبلوا، المعنى أي أقبلوا. فكلمة حي هنا اسم فعل الأمر وهي بمعنى فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فكلمة ضرب هنا تفيد الأمر لأنها مصدر نائب عن فعل الأمر، فهي تفيد أيضا الأمر وهي صيغة من صيغ الأمر. والمعنى وفي هذه الآية وإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم، فاضربوا رقابهم. كذلك هناك صيغ وطرق أخرى يعرب بها الأمر غير ما ذكرناه كما بينا في بداية الكلام عن الصيغ، فمن أراد إلى الاستزادة والفائدة فيرجع إلى هذه الكتب التي ذكرناها بدائع الفوائد وتيسير الكريم الرحمن في تيسير كلام المنان. إذا وجدنا الأمر مطلقا ومجردا ولم توجد معه قرينة تحمله على الوجوب أو إلى الإباحة أو إلى الندب، فإلى أيهما يحمل الأمر؟ يعني نجد مثلا الآية لا نجد معها ما يدل على أن هذا الأمر يدل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة، فعلى ماذا نحمل هذا الأمر؟ بمعنى آخر دلالة الأمر على الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب، متى يدل الأمر على الوجوب؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فذهب أكثر الأصوليين إلى أن الأصل
حمل الأمر إذا وجدناه على هذه الحال وهو من غير قرينة فنحمله على الوجوب مباشرة، لا يسأل المكلف هل يريد الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الوجوب أو يريد به الندب أو يريد به الإباحة، مباشرة يحمل هذه الدلالة لهذا الأمر على الأمر الواجب الذي إذا تركه فعله الإنسان أجر وإذا تركه أثم، يحمل الأمر على الوجوب. وأكثر الأصوليين استدلوا بأدلة عدة نذكر منها قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الآية توعد الله عز وجل فيها من يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة والعذاب الأليم، فيكون بهذا أن من ترك أمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غير امتثال أنه معرض إلى هذا الوعيد. هذا الدليل الأول. من أدلتهم أيضا قول الله عز وجل على لسان موسى مخاطبا أخاه هارون أفعصيت أمري، فسميت هنا مخالفة الأمر معصية، مخالفة الأمر معصية. الله عز وجل يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ادخله نارا خالدا فيها. وجه الدلالة من هذه الآية أفعصيت أمري أن الأمر هنا جعل معصية، وفي الثانية جعلت المعصية سببا لدخول النار والعياذ بالله تعالى. فإذن في الآية الأولى سمي أو جعل الأمر معصية، وفي الثانية المعصية سببا لدخول النار. أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا أبي أبي بن كعب وهو يصلي فلم يجبه، أبي بن كعب كان يتنفل أو يصلي صلاة فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه في الحال، فلما قضى صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يمنعني من إجابتك إلا أني كنت أصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا الحديث يدل على أن الأمر يفيد الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أبي بن كعب وأن الدعاء أو الأمر الوارد في الآية أو استجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما تفيد الوجوب المطلق، الوجوب المطلق طبعا إلا إذا وجدت قرينة تدل على عدم ذلك. لكن الكلام الآن ليست في الأمر الذي تصحبه القرينة، الأمر الذي تصحبه قرينة تدل على أنه لا يراد به الوجوب هذه مسألة أخرى، لكن الآن كلامنا حول الأمر الذي يدل على الأمر المطلق الذي لا توجد معه قرينة تدل على كونه واجب أو مباح أو مندوب. أيضا من أدلتهم قالوا إجماع الصحابة على الاستدلال، إجماع الصحابة على الاستدلال بالأمر على الوجوب حينما حصل أمر الطاعون في زمن عمر رضي الله عنه، رجعوا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الحديث إذا دخل الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإن حدث في بلد فلا تدخلوها. فهنا الصحابة أمسكوا من لم يدخل
عملا بهذا الحديث امتنع عن الدخول في تلك البلد التي أصابها الطاعون. وهنا لم يبحث الصحابة عن قرينة تدل على أن الأمر هنا للوجوب أو لغير الوجوب. هنا قول ثاني، القول الثاني في دلالة الأمر إذا لم تصحبه قرينة تدل على الوجوب، هل يحمل على الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ القول الثاني قالوا أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب، يعني لم يقولوا هل بأنه واجب أو أنه مندوب، قالوا أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب. وهذا رأي كثير من الأصوليين كالرازي ومذهب أبي هاشم الجبائي وأبي منصور الماتريدي وغيرهم، استدلوا بأن الأمر الوارد في الكتاب والسنة منه ما حمل على الوجوب ومنه ما حمل على الندب. من ذلك الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فهنا جاءت عدة أوامر في هذه الآية، قالوا وهذه المأمورات منها الواجب ومنها المندوب، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان، فليست كل الأوامر الواردة في هذه الآية هي بمنزلة واحدة. إذن إذا جاء الأمر فإنه قدر مشترك بين الوجوب وبين الندب، ولا نحمله مباشرة على الوجوب. وهذا القول في حقيقته يرجع إلى القول الآتي، وهو القول بأن دلالة الأمر إذا لم تصحبه قرينة فإنه يدل على الندب. هذا القول الثالث، القول الثالث قالوا دلالة الأمر إذا لم تصحبه قرينة فإنه موضوع للندب، وهذا القول نسب للشافعي وأحمد وأيضا نسب للسمعاني، نسبه السمعاني لبعض الفقهاء. واستدلوا بأن الأمر طلب الفعل، الأمر طلب الفعل، وهذا يتحقق بحمله على الندب فلا نزيد عليه. قالوا الأمر طلب فعل، وأدنى ما يتحقق منه الفعل هو الندب فلا نزيد عليه، دليله من اللغة من مطلق دلالة الأمر أنه يدل على الوجوب ويدل على الندب ويدل على الإباحة، وأدنى وأقل وما يتحقق به حمل هذا الأمر إنما هو الندب. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، لأن استدلال المخالفين بأن أوامر الكتاب والسنة بعضها محمول على الندب وبعضها محمول على الوجوب جابوا عنه بعدة طرق، أن ما ذكروه إنما هو في باب الأوامر التي صحبتها قرينة، وهذا يقول به أصحاب القول الأول أن الأمر إذا أو دلالة الأمر إذا صحبته قرينة فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة، سواء كانت القرينة لفظية أو حالية تدل على صرف هذا الأمر إلى الندب أو إلى الإباحة، فإنه
يحمل على ما دلت عليه القرينة، فاستدلالهم إنما هو على خلاف موضع النزاع. فيظهر من بين هذه الأدلة هو قوة أدلة أصحاب القول الأول. وكذلك المتتبع أيضا لمسائل الفقه يجد أن الفقهاء لا يحملون الأمر على الوجوب إلا إذا وجدت له قرينة صارفة أو عارض الأمر دليل آخر، أما ما سوى ذلك فإنهم يحملون لكثير من أقوالهم المسائل الفقهية أنهم يحملون الأمر على الوجوب، أما إذا وجدت القرينة حملوا عليها المعنى المراد ندبا أو إباحة. بهذه الأقوال الثلاثة مع ذكر الراجح لدلالة الأمر على الوجوب يكون بينا ما يتعلق بالأمر من جهة المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي والصيغ التي تدلنا على الأمر، كذلك وقفنا على دلالة الأمر إذا لم توجد له قرينة هل يدل على الوجوب أو على الندع أو على الإباحة، على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها مع ذكر القول الراجح وهو القول الأول. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.